أطلقت وزارة الكهرباء والماء خدمة محصل الجوال لخدمة وتحصيل المبالغ المالية المستحقة للوزارة من قبل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتأتي هذه الخطوة استكمالا لخطط التطوير التي تقوم بها الوزارة لتحصيل المبالغ المستحقة للوزارة من قبل المستهلكين. دشنت وزارة الكهرباء والماء خدمة المحصل الجوال للتسهيل على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة المطالبين بدفع الفواتير جراء استهلاكهم لخدمتي الكهرباء والماء، وهي خدمة جديدة ستسمح لهذه الفئة بدفع فواتيرها عبر الاتصال على رقم الوزارة 152 وطلب المحصل الذي سيقصدهم. المحصل المتجول وهي مختصة بكبار السن والمعاقين، وذلك حرصا من الوزارة على تسهيل هذه المهمة لهم بدل ما يتعنون للوزارة. وأحب أن أضيف أن هذه الخدمة هي خدمة جديدة. وأكد وزير الكهرباء والماء عبد العزيز الإبراهيم إن الحملة ستستمر في تحصيل المديونية المترتبة على المستهلكين وفق القانون، مشيرا إلى أن الوزارة لا تقوم بقطع التيار إلا عن المتأخرين بالسداد من أصحاب المبالغ المرتفعة. إن الآن وصلنا بفضل الله إلى 148 مليون حصلنا من أصل 303، ومثل ما قلنا احنا بدينا بالكبار سواء كانت شركات، مدارس، مولات. ودعت الوزارة جميع المستهلكين الذين يبادرون إلى تسديد فواتيرهم سواء عن طريق الإنترنت أو مكاتب شؤون المستهلكين تزويد الوزارة ببياناتهم وأرقام هواتفهم النقالة وبريدهم الإلكتروني ليتم التواصل معهم بالسرعة الممكنة وتزويدهم بفواتيرهم عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية.